كيك لمريض السكر كيتو دايت، نعملها للمناسبات وأعياد الميلاد. 4 كوب جوز الهند 300 جرام، نطحنهم لمدة 5 دقائق جيد، نوضع زبدة بحاط الغرفة 70 جرام، وبيض عدد 4، 3 معالق كبيرة بديل السكر ستيفيا أو أي نوع هو اختياري، قليل من الفانيلا، بيكربونات الصودا ملعقة صغيرة، خل ملعقة كبيرة، نطحن جيد، نوضع ورق الزبدة، نشغل الفرن مسبقا من الأعلى والأسفل على 180 درجة مئوية، يجب مراقبتها حسب نوع الفرن، نقطعهم بالشكل اللي احنا بنحب، نعمل الكريمة وبنوضع بديل السكر وفانيلا وممكن نوضع ألوان أو كاكاو خام، وهيك بنجهزهم. كتير الموضوع بسيط وكتير سهل، ممكن نزينها بالمكسرات. يعني هذه أفكار، وأنتم اعملوا المناسب لكم، الزيادة بنحطها في الكوب وهيك أصبحت جاهزة. عندي أكثر من 500 وصفة صحية، نهتم اشترك حتى يوصلكم كل جديد. مثل ما انتم شايفين هي كثير بسيطه وكثير روعه. اتمنى تكتبوا لي رايكم تحت بالتعليقات، لانه رايكم كثير بهمني. في امان الله.